ثانية من هذه السهرة الرياضية بامتياز التي انطلقت قبل لحظات بين جاه المنى ونادي الساحل. أحمد الحاج يلعب كرة طويلة خطيرة جدا، كرة خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء وعرضية، والدفاع يتدخل يعطي بعض الأوامر للجدار الدفاعي. للجدار الدفاعي تسديدة قوية جدا مرت بسنتيمترات قليلة، سنتيمترات قليلة عن يسار الحارس، سنتيمترات قليلة عن يسار حارس مرمى نادي جاه المنى. كولو إدريسا، كرة مرفوعة من موسى داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا في هذه اللحظات اللي جاها. كان بالإمكان أفضل مما كان. ساحل، عناصر الساحل جميلة جدا، ترك الكرة للاعب الغير موجود في موقف تسلل، محمد الميجن يضيع انفراد صريع، 3 لاعبون امام حارس وحيد. قطع الكرة من جديد عند اللاعب رقم 15 من عناصر الجهة ومرفوعة داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا هذه الكرة، لا تصل الكرة، تعود من جديد، مقطوعة من جديد لعناصر ساحل، جميلة جدا خلف المدافعين. والهدف، هدف في هذه اللحظات لعناصر الساحل. الساحل، عناصر الساحل، نادي الساحل يفتتح باب التسجيل في هذه اللحظات عن طريق اللاعب رقم 29 للاعب كباد. جميلة جدا اسيست رائع جدا من محمد الميجن باتجاه رفيقه كباد محمد سالم. يراوغ الحارس ويتخلص ويفتتح باب التسجيل باتجاه يسلم المراكشي، لا تصل على الكرة، إيميجن سالم. جميلة جدا فكرة جميلة جدا ورائعة جدا. تقطع الكرة، يسلم المراكشي وعمق جراح نادي جاه المنى بعد مراوغة جميلة جدا من لاعب الذي سجل افتتح باب التسجيل إكباد محمد سالم. يسلم المراكشي الجزاء داخل منطقة الجزاء، لاعب صانع ألعاب رائع جدا اللاعب محمد الميجن صانع ألعاب رائع جدا. يسلم المراكشي، تابعوا في الإعادة، يسلم المراكشي تفطن للكرة التي سيلعبها المدافع الشيخ علي مسعود على الأصح. مراوغة جميلة من المراكشي، طالب للكرة في رواق اليسار، يرق محمد داخل منطقة الجزاء. والهدف الثالث في هذه اللحظات بعد جهد أكثر من رائع من يرق محمد عبد الله. نتمناها مباراة لا يوجد لأي انهيار فيها، نتمنى أن تكون مباراة قوية من هذه المباراة. ثلاثة أهداف كاملة في هذا الشوط الأول. تمريرة خاطئة جدا والهدف الرابع لنادي الساحل، انهيار قبل انقضاء الشوط الأول. شهدوا التمريرة الخاطئة، شهدوا الاستقبال الخاطئ لهذه الكرة، شهدوا انهيار نادي جاه المنى، نادي شباب المنى. عودة للبداية. سيابو يرتكب الخطأ والحال في هذه اللحظات. سوغونوغو عبد الرحمن يعلن نهاية الشوط الأول من هذه المباراة بأربعة أهداف كاملة. عصري جدا في تشكيلة الساحل، تلعب الكرة بدون أي تسلل، لا وجود لأي تسلل باتجاه عبد الله الداء، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا في وسط الملعب، مرفوعة داخل منطقة الجزاء وخروج بالبوكس. الحارس يخرج ويضرب الكرة بالبوكس، تخرج الكرة ميجن يلعب مع قلب دفاع وفال أبو بكرين، تقطع الكرة من جديد عبد الله الداء داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا رأسية، لكن الحارس يتألق الحارس بصد الكرة. موسى تسديدة جميلة جدا من خارج منطقة الجزاء. أحمد وموسى جوب يعلنوا عن تقليص الفارق في هذه اللحظات في انتظار قادم الأوقات في هذه المباراة لنرى إن كان سيتمكن من العودة فيها أو تقليص الفارق على الأقل. تسديدة قوية جدا، سننتظر وسنرى
نتمنى ان كوره كباد والهاتريك كباد يسجل ثلاثه اهداف كامله في هذه المباراه اخر جوله من البطولة الوطنية الممتازة لكرة القدم، هاتريك من خلال ذواني معدودة، وبالفعل بالفعل في هذه اللحظات صافرة النهاية من الحكم سوغونوغو عبد الرحمن يعلن نهاية هذه المباراة بخمسة